على بركة الله نبدأ في المتسابق الأول في الحلقة الرابعة، المتسابق عمر أحمد توري وهو من غينيا، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي عمر أحمد توري من جمهورية غينيا كوناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. إذن كان هذا المتسابق الأول في هذه الحلقة، المتسابق عمر أحمد توري وهو من غينيا كوناكري. كلمتكم شيخنا لعمر. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك يا أخ عمر. ما شاء الله، ما عندي ملاحظة، تلاوتك متقنة بكل المقاييس، يعني حروفك صحيحة، صفات الحروف صحيحة، توزيع الأزمنة على الحروف منضبط، الوقف والابتداء صحيح، ما عندك وقف قبيح. ما شاء الله، ما عندي أي ملاحظة على تلاوتك. الله يأخذ بيدك يا ابني، يفتح عليك، يا ليتك تعلم، علم في المنطقة التي أنت فيها وانفع الأمة. بارك الله فيك. وفيك بارك شيخنا الكريم، يعطيك ألف عافية.